نقف اليوم لنحيي هذه الذكرى بما تحمله من رمزية مهمة للتضحية في سبيل الوطن، ذلك أن الجود بالنفس أقصى غايات الجود، وأن الشهيد الذي قدم روحه من أجل الوطن ما زال يعيش بيننا بأثره العظيم ونتائج تضحيته الكبرى، نصراً ممهداً لمرحلة جديدة من تاريخ العراق بعد انقضاء مرحلة مواجهة الإرهاب في الميدان وتحرير الأرض والبدء بالبناء وإعمار المناطق. لقد قدم شهداء العراق أثمن ما يملكون وهي أرواحهم، والسؤال الكبير الذي يتطلب الإجابة الواضحة والصريحة من قبل الجميع: هل قدمنا أغلى ما نملك أو بعض ما نملك في سبيل هذا الوطن؟ وهل استطعنا أن نقدم لعائلة الشهيد وذويه استحقاقاته التي هي واجبا علينا وليس فضلا ولا منة من أحد؟ ومن هنا فإننا نرى إن الإجابة ينبغي أن تكون عملية، وأن تسعى كل مؤسسات الدولة المتمثلة بالبرلمان والحكومة وجميع الأجهزة التنفيذية الأخرى إلى العمل الجاد والحثيث على استكمال كل الاحتياجات والمتطلبات والاستحقاقات المتعلقة بالشهداء وعوائلهم قبل أي استحقاق آخر، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع المغفرة والرحمة، وأن يتم نصرنا على الإرهاب بنصر آخر سياسي نستكمل فيه كل أسباب النجاح لترصين الدولة ومؤسساتها. حفظ الله العراق والرحمة والخلود للشهداء.